السلام عليكم، كراكم البنات؟ غايه لاباس الحمد لله. نتمنى الفيديو تاعي يصيبكم بخير وعلى خير البنات. اليوم جبتكم مشروع راه داير ضجه، المقلمات نتاع المدرسه البنات بمناسبه الدخول المدرسي. راني شويه روطار صح، معليش نعاودوها ان شاء الله البنات. ني جبت لكم اليوم 3 كولور، ماشي نخدمو ان شاء الله بالسكاي. جبت النوار والبيج والجون، هذا جاي ترونسبارون شبابي هبل خلاني بلا عقل، قلت نشريه وندير به فكره ان شاء الله يعجبكم. بدو على بركه الله البنات. انا ياسم درت، مشيت قلت له اعطيني 25 سنتيم، قال لك ما نقدرش نمد لك بال 25، نمد لك بنص متر. جبت نص في النص في النص، نص متر في النص متر. وجبت البنات سكراتش، هذا عندي مده طويله وانا نخدم به ومازال ما كمليش الحمد لله يا ربي. نحتاجو الميت البنات و لي سانتيغ توجور معنا، نحتاجوهم. عندنا موديل نحتاجوه فيهم، موديل ما نحتاجوهمش. نبداو على بركه الله البنات، نبداو على بركه الله. نديو الطول البنات 25 هكذا. بديت بالاسود، غادي نفصل معكم الاسود. دي 25 سنتيم البنات، ها هو دي. عشرين سنتيم، على 18 سنتيم، ها هو دي. عفوا 18 سنتيم، بدو نقصو. كما هكا كان جبنا، كي جبت انا دراع كما نقولو نص متر، يجيونا زوج حبات، يجيونا زوج تروسات هاد الشكل اللي راني ماشي نديرو، زوج تاع لي تروس. كي نديروهم نديروهم على زوج ونبداو نفصلو. نكتب هادي، نعاود نجيبو هاد اللون، ديجا راني خادمه بيه، نعاود راني بديت خدمت بيه، عجبني شباب. نديرو البنات الطول على الطول تاع القطعه الاولى تاعنا، بصح العرض البنات نديرو فيهم غير 12 سنتيم. عفوا كما هكا نديرو هنايا 12 سنتيم، 12 سنتيم. على الطول تاع القطعة اللي عندنا نقصو هادي، بدا درسها شوية طويلة، معليش نقصو هكدا. نجيبو البنات اللي عندها المقص المسنن، انا خدمت هكداك باش نوري لي ما عندهمش، واللي عندهم يقصو بيه باش يجي الشكل تاعو شباب. انا راني دايرتو على زوج، دايرتو على زوج. هذا شوف خرج معنا الشكل، خرج معنا الشكل جميل. نعاود
نقصوا هذه هنا غير باش يخرج لنا الشكل تاعو. شباب هي من الاحسن تقصي ضربه واحده خير. قصوا الجهتين مع بعض باش ما يجينا شاوش. نجيبو هذه هكذا نوريكم كيفاش على ماكينة الخياطة كيفاش تخيطو. باش البنات ما يجيكمش الفيديو طويل هاني قصيت قطعة فيها دي 25 سنتيم البنات على 18 سنتيم. نمشو ان شاء الله على ماكينة الخياطة نوريكم كيفاش نديرو. نتمنى البنات هكا يكون يبان لكم هكا. نبداو على بركة الله نديرو وج لاسانتيغ تاعنا على الوج نتاع سكاي. نبداو الخدمة البنات منساوش بونداري توجور عفوا. نبداو البنات الطرف نعاود غير هنا البنات وندورو نقلبو لاسانتيغ تاعنا هكا نحطوها مع نرجعو معاها هانتا تاعنا هكذا. نعاود نجيبو لحنايا هكا ونديرو عاود الوج على الوج ترجعو نخلو مسافة لهنايا لهنا ولهنا باش نبلعو نكمل البنات مع هذه كما اللي درنا الجهه الاولى نعاود نديرو الجهه الزوجه البنات نعاود نرجع معكم. البنات الجهه الثانيه نقلبوها نعاود نحلوها ونقلبوها باش تساعدنا في الخياطه باسكو الجهه الاخرى تجي شويه مزيره ما تساعدناش. خاصك تكوني متأكدة بلي راها تتخيط كيما الفوق كيما تحت هادي. عملنا الخياطة كيما تحت كيما الفوق البنات كملنا ونرجع معاكم. علاش قلتلكم نخلو لهنايا بزاف هنا ما نخيطوهاش كيما هكا ونبلعو لا نديرو هكذا نجيو للمنتصف نجيو للمنتصف هكا البنات هكا هكذا نبلعو هنايا عند لاسانتيغ هنا عند لاسانتيغ تاعنا نبلعو هكذا
انا الامانه نبغى نخيط زوج خضرات. الخيط نجيو البنات نديرو هكذا نديرو هكذا ونرجعو التيسي تاعنا لبرا هكذا نعاودو نخيطو لهنايا نوريكم شحال ندخلو. تاعنا البنات هاودي خلنا ميت عفوا ان سنتيم ادمي واحد سنتيم ونصف هاودي ونصف لهنا عندنا 3 سنتيم قريبا 3 سنتيم قولي 2 سنتيم ونصف. هادو قلت البنات نجيو لهنا نحيوه هكذا هانتكم بغيت توشيو الخياطة خص الخياطة تقعد بعيدة هكذا. نكمل البنات نعاود نوريكم الشكل تاعنا كيفاش يجي خيط لهنايا ونعاود نولي نبلع منا البنات ونعاود نوريكم كيفاش يجي الشكل معانا. عندنا هاد القرطة البنات شفتها لهنايا عندنا فيها 6 سنتيم نصف سنتيم واحد سنتيم واحد سنتيم ناس نديروها هنايا نديروها على اثنان ونديروها هنايا في هاد البلاصه تاع هاد الفراغ اللي بقى لنا لهنايا ولا لهنايا. انا ديجا نبقاو لي جوج الفراغات هنا وهنا الناس اللي نديرها هنايا خير نديرها هكا لهنا ونخيط هكا خيطها. نشوف الشكل النهائي البنات هاودي الشكل النهائي تاعنا. خرجوا هاد ليكون عفوا خرجوا هاد ليكون حبة حبة شوفوا الشكل النهائي تاعها كيفاش جات معانا حجم تاعها صغير وجميل ما شاء الله. هادي تبغي كامل ما ديكوريهاش ما ديكوريهاش بصح هي بروحها راها ما شاء الله. بديو كيما هكا البنات نجيبو قطعة نقول لكم شحال فيها. هادي فيها 6.5 هادي نديرو فيها 6 البنات هاودي 6 والطول 3 سنتيم وهذه تاني في الطول تاعها نديروها على شكل بابيون
نديروها هكا ونقبضوها من هنا ومن هنا. خيطوها نديرو الطنجرة تقلب هكدا سهلة. نوريكم فين نديروها هادي. هيدا انا علاش بغيت نخيطها هي الاولى باش نبدل البنات الخيط. انا غادي نخيطو الاسود، بغيت نخيطها هادي نوخرها من بعد عاد ندير نبدل الخيط، نبدل الخيط البنات ونرجع معاكم. نجو البنات لهنايا، ها هو دي عندنا هذيك القطعه السوداء اللي فصلناها 25 البنات على 8 على 18 لو اعلم سنتو 20 قول 19 على 25 البنات. كي نحينا منها نقصت حشويه بصح ماشي مشكل، انا كديروا ديروا داك العبر نيشان باسكو كي درت انايا بنقص تاع الاخر نقص معليش. نديروا هنايا نديروا واحد هكذا منا باسكو هنا خلي شويه البلاص. نديرو هنا واحد ونصف هكذا، نعاود نجيو لهنا نعاود نديرو واحد ونصف كامل نديروهم هكذا باش نفوتو عليهم بالخياطة. واللي بغا كشغل يديرها الحجم واسع يدير ثلاثة ولا ثلاثة ونص باش يدخلوا السيالات. دوك نوريكم هادي تاني البنات مقلامة، نتمنى تكون يبان لكم. نكمل البنات ونرجع لقدام باش تشوفوا هايا. جنيشة هذا نعاود نتبعو نتوما البنات كديرو ديرو في هذا باش يبان لكم. انا راني عادي جنيني عادي بالدعاء بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وندار البنات ونروحو بسم الله. هكدا انا ما غاديش نقطع البنات، نعاود نرجع للأمانة. قلت لكم انا نبغي توجو خيط زوج خطرات البنات للأمانة باش ما تنحلش تقعد هي هي. هايدا ندير بونداري هاي نعاود ندور هايدا نعاود نرجع لهنايا، ما نقطعوش الخيط اللي قعدنا نقطعو نعاودو نولو بزاف. نعاود نولي للبلاصة اللي عينتها ثانية ونروح ونداري جيناني الخيط برك. ونداري نعاود ندورو انا تعمدت نخيط بالخيط الاسود البنات باش يبان لكم. نعاود له هادو البنات باسكو ماشي غلبتني البنات يجو هكذا نتحسي على تاعنا هكذا. شوف هكذا كملهم البنات خيطهم كامل نعاود نرجع معكم. نجيو لهنا البنات عاودي سكراش تاعنا قطعتو البنات على حسب 5 سنتيم عاودي 5 سنتيم البنات عاودي. نجيو نوريكم دروك كيفاش نديرو له. نجيبو الجهه الحرشه البنات نلصقوها لهنايا هذه
تبتو هكا البنات. الأمانة هنا نورمالمون ديرو الهربعة تاع الراس سكراني دايره اللون الاسود ما بغيتش عفوا ما راش تخيط لي. نجيو لهنا البنات نلصقوا البابيو تاعنا بيه بسكراتش هاودي سخنا سكراتش نلصقوا هنا في المنتصف هانتا نلصقوا نعاود نرجع معاه هاذي نعاود نجول لهنايا البنات ونقص الخيط نجو هكا نجو هكا نجو في هاد البلاصة هنايا هادي ونديرو القطعة الأخرى البنات نحاولو كشغل نمشيوها مع الخيط مع الخياطة نديروها في وسط الخياطة باش ما تجيش مبلعة من تحتها باش يجي نشان نحاول باش ما نبلعوش منا نخيطو غير منا ومنا هكدا ونرجعو منا نعاود نخيطو غير فوق الخياطة تاعنا التحتانية ونشوفو الشكل النهائي تاعنا إلا عجبكم الموديل البنات ما تنساوليش ابونيو للفيديو جامولي البنات باش يوصل لاكبر مشاهده ان شاء الله واللي بغات حاجه واحده اخرى مرحبا بها. ها هو دي البنات شوفوا الشكل النهائي تاعو نحو كامل هاد الخيط انا نوريكم برك هكذا شوفوا البنات كيفاش جات معنا عفوا شوف كيفاش جات معنا نكمل البنات نوري لكم الشكل النهائي من ناحيه الزيادات عفوا نحي كامل هاد الزيادات تاع الخيط ونشوفوا الشكل النهائي تاعهم البنات. هاو دي البنات كملناهم هاو دي الشكل النهائي شوفوا شوفوا كي جاوا شابين هادا درتهم بليزالفابي أ هادو هكدا جاو يحمقو جاو يهبلو هكدا مكانش عندي الأدوات ما عمرتهمش هادي تاني شوفو الشكل تاعها شوفو هادي تاني ما صورتهاش معاكم الا عجبتكم حطولي في الكومنتار نعاودها معاكم هادي شوفو كيجيو شابين هنايا تقدو ديرو منجارة ولا كش عارف سوها يمحو هاو دي البنات شوفو شحال بقالي هاو دي على زوج الخير والبركه يا رب يعاود يزيد يخدم لي. نتمنى البنات الفكره تكون عجبتكم تاع اليوم نتمنى الفكره تاع اليوم البنات تكون عجبتكم
ما تنساونيش البنات ابونيو للفيديو وجمعولي باش يوصل اكبر مشاهده. وهذو هما لي موديل اللي درتهم معاكم، ولا احيانا ربي ان شاء الله عاود درت موديلات واحده اخرى ان شاء الله نعاود نوريكم. ما تنساونيش البنات ابونيو للفيديو وجمعولي باش يوصل اكبر مشاهده، وما تنساونيش بدعاويكم، والسلام عليكم.